لما اقول مدد يا سيدنا يا خصاصي مدد. نعم. حرام ولا حلال؟ لا حلال. لما اقول مدد يا حسين مدد يبقى حلال ولا حرام؟ ده دعاء لربنا سبحانه وتعالى ان ينفعنا بهؤلاء الاكابر الاولياء عنده، فبنقول مدد يا حسين ولا ما. ده على المجاز، حاجه اسمها المجاز في اللغه، يعني امدنا يا الله من قبل هؤلاء فانفعنا بهم وبسيرهم وببركتهم وبحبنا لهم الى اخره. امين يا رب. الاسلام اصله توحيد الله وتخصيصه بالعباده، وهذا هو معنى شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. هذا اصل الدين واساس المله، وهذا هو الركن الاول من اركان الاسلام قبل الصلاه والصيام والزكاه. الركن الاول شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، عن علم وعن عمل وعن صدق وعن اخلاص وعن محبه وعن قبول الحق. فاذا كان يعبد الله وحده صحت صلاته وصيامه وحجه وزكاته، واذا كان يدعو الاموات ويستغيث بالاموات بطلت اعماله، صارت مشركا نعوذ بالله. كان يدعو الاموات ويستغيث بهم وينذر لهم ويقول مدد المدد يا سيدي فلان او يا سيدي فلان، يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم او من المرغني او من الحسين او من البدوي او من الشيخ عبد القادر او من غيرهم، يكون هذا شرك اكبر. لان الله يقول سبحانه فلا تدعو مع الله احدا، ويقول سبحانه ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين، يعني المشركين. ويقول سبحانه ذلكم الله ربه له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم.